الناس الذين يحرسون المعابر حول غزة وحول الضفة الغربية حرام عليهم أن يمنعوا الناس من اقتحام هذه المعابر. الناس مطالبون بدخول هذه المعابر وبنصرة إخوانهم فرض عين عليهم دفاعاً إخوانهم دفاعاً كيانهم دفاعاً المسلمين دفاعاً حرماتهم عن أمهاتهم عن نسائهم. فمن يعمل في شرطة وإلا في تابع لأي جهة أمنية تابعة للأردن ولا تابعة لمصر حرام عليه أن يقف حارساً يحرس الصهاينة، فهو بحراسته لهم يكون منضماً إليهم ومتعاوناً معهم ويقتل إخوانه المسلمين.